للفترة الثانية فاندربيلم يؤدي اليمين الدستوري الخميس المقبل. الخارجية تؤكد أن إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ. وزير الداخلية يطالب بملياري يورو لتأمين الحدود الخارجية لأوروبا. الثلوج الكثيفة تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 9000 منزل جنوب البلاد. وقطاع السياحة يعاني من نقص يصل إلى 30000 عامل. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. يؤدي ألكسندر فاندربيلم الخميس المقبل اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس منتخب للفترة الثانية وبحضور قد يصل لألف شخص. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية ستقام الاحتفالات بعد ذلك في ساحة هيلدن بلاتس بعرض عسكري من الجيش النمساوي. يذكر أن الرئيس أعيد انتخابه للفترة الثانية وبلغت نسبة التصويت لصالحه 56.7% من إجمالي الأصوات. قال وزير الخارجية شالنبرغ أن إيران تتحرك بسرعة الضوء تقريباً بالاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بتسليم الطائرات بدون طيار إلى روسيا. وأضاف أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أضافوا 37 كياناً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران في اجتماعهم يوم الاثنين دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأكدت السويد بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف من يقودون القمع ضد الشعب الأعزل. أكد كارنر وزير الداخلية أن هناك حاجة ماسة إلى توفير الموارد المالية لحماية حدود الاتحاد الأوروبي بمبلغ ملياري يورو بشكل عاجل. وأكد كارنر بعد ختام زيارته إلى بلغاريا برفقة المستشار نيهامر على مناقشة الخيارات لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على حزمة شاملة لتعزيز التعاون الشرطي في مجال حماية الحدود ومكافحة تهريب البشر، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية للحدود البلغارية التركية. أدت الثلوج الكثيفة في كارنتن وشتايرمارك جنوبي البلاد إلى انقطاع الكهرباء عن 9000 منزل، وشهدت تلك المناطق تساقطاً كثيفاً للثلوج تجاوزت 60 سنتيمتراً، ما أدى إلى إعاقة حركة السير وإغلاق العديد من الطرقات، ما حال دون التحاق الأطفال بمدارسهم. وقالت لجنة الأزمات أن أكثر من 2000 رجل إطفاء وفنيين يعملون على مدار الساعة لإصلاح الأضرار وإعادة ربط الشبكة الكهربائية وإزالة السيارات والشاحنات العالقة على الطرق لغزارة الثلوج. أكدت دراسة أجرتها شركة استشارية مع المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية فيفو وجود نقص بحوالي 30000 عاملا في قطاع السياحة. وبحسب الدراسة فإن السياسة هي المسؤولة جزئياً عن المشكلات، وأن النقص في الموظفين يؤثر على جميع القطاعات، وهذا بسبب طول ساعات العمل وتدني الأجر والعمل الموسمي. ومن جهته أقر الأمين العام لاتحاد الفنادق النمساوية في مؤتمر السياحة في سالزبورغ بوجوب تحسين ظروف العمل في قطاع السياحة. يبدو أن هنالك الكثير من فرص العمل، نتمنى أن تكون إحداها من نصيبكم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.